رحمه وحزن على كل مسؤولي الزمالك وعلى جمهور الزمالك اللي حضر النهارده في لقاء الزمالك ونادي مصر اللي انتهى بالتعادل 1-1. خليني اكلمكم طبعا على كواليس اللقاء اللي كان غريب جدا لكل جمهور الزمالك ولكل يعني دكه ولاعيبه الزمالك النهارده في البدايه كده. ميتشو اول لما نزل قبل بدايه اللقاء كان حريص جدا ان هو يروح يسلم على كل دكه نادي مصر وسلم على كل المدراء قبل بدايه اللقاء. نادي مصر بقى هو اللي تسلح النهارده كده قبل بدايه اللقاء بقرايه الفاتحه، كلهم وقفوا مع بعض وقروا فاتحه كده قبل بدايه اللقاء على طول. كان باين بقى اللي هم يعني متوترين جدا من قبل اللقاء ما يبدا. دكه نادي مصر ما قعدوش، المدير الفني ما قعدش من اول اللقاء، لكن النهارده طبعا اول لما جت بقى الجول الاول لنادي الزمالك اللي جابه بن شرقي كان في حاله من السعاده قويه جدا اللي ظهر على كل الناس اللي متواجده للزمالك في المدرجات النهارده. بن شرقي هو اللي كان حريص اللي هو يحتفل بتيشيرت زيزو كده اللي اصيب بصليبي يعني تضامنا معاه، ربنا يشفيه ان شاء الله ويقوموه بسلامه. طبعا الدنيا كانت متوتره جدا عند دكه بقى نادي مصر بعد الجول الاول للزمالك، كان في اعتراضات كتير منهم على حكم اللقاء، لكن اول لما جابوا بقى الجول بتاعهم كده في اللحظات الاخيره من الشوط الاول كان في حاله من السعاده قويه جدا اللي ظهرت على كل دكه نادي مصر، وكان في صدمه قويه جدا ظهرت على امير مرتضى منصور وقاعد كده على الدكه كان مصدوم جدا. وبقى يعني احمد مرتضى ومستشار احمد جلال اللي كان موجود النهارده كان باين عليهم الصدمه قويه جدا وهم قاعدين ما كانوش مصدقين يعني هدف التعادل بتاع نادي مصر كده. بانت بقى النرفزه كده على النقاز وهو طالع ما بين الشوطين، شاط كده الكوره وراح يعني يتكلم بقوه كده مع المراقب المباراه وهو خارج، كان واضح اللي هو متضايق جدا من الجون اللي جه في اللحظات الاخيره من الشوط الاول. طبعا الشوط الثاني بقى كان نادي الزمالك لازم مركز جدا، كان دكه الزمالك واقفه متوتره من اول لحظه من الشوط الاول، كانوا منفعلين وكانوا منفعلين مع الهجمات بشكل مستمر. جمهور الزمالك من الشوط الثاني وهم بيهتفوا باستمرار لكل لعبتهم من اول الشوط الثاني كده ما بدا. طبعا الدنيا بقى كانت متوتره جدا، كل ما تاخر النتيجه وكل ما تاخرت يعني التعادل كده كان في توتر قوي جدا باين على كل دكه بقى الزمالك اللي كانوا واقفين وكانوا منفعلين جدا وكانوا بيتوتروا وكانوا مشدودين على طول مع كل هجمه كده ليهم. نادي مصر بقى دكته لحد اخر اللقاء واقفين معترضين كتير جدا، اعترضوا على الحكم كتير جدا، كانوا شايفين ان الوقت بدل الضايع اللي هو بيحسبه الشوط الثاني يعني كتير اعترضوا عليه، وكان بيحاول كده يعني المدير الفني لنادي مصر اللي هو يقنع الحكم الرابع اللي كده كتير في الوقت بدل الضايع. كان في شده قويه جدا باينه على كل دكه الزمالك، لعيبه الزمالك كانت على طول بتروح كده مع كل هجمه للزمالك من على الخط وكانوا يعني منفعلين على طول معاهم على امل ان الزمالك يعدل النتيجه في اللحظات الاخيره. كان باين بقى النتيجه دي كلها على كل الجمهور اللي كان متواجد اللي حوالي كان يوصل يعني لحوالي 100 واحد كده، فضلوا واقفين وفضلوا يعني ينادوا على لعيبتهم ركزهم والعبهم. كان باين القلق على كل الجمهور وعلى دكه الزمالك لحد اللحظات الاخيره. عواد هو اللي كان كل ما يقع مع حد كده من لعيبه نادي مصر راح له كده، راح لاحد اللعيبه وقعد يقول له يعني قوم انا هساعدك اللي انت تطلع، لكن لعيبه نادي مصر يعني كانوا بيضيعوا طبعا وقت فرصه قويه اللي هم يطلعوا مع الزمالك ببونت. النهارده طبعا اول بقى لما انتهى اللقاء بانت الصدمه قويه جدا على كل دكه الزمالك، خصوصا بقى ميتشو وامير مرتضى منصور اللي فضلوا قاعدين كده على الدكه ما اتحركوش لحد مثلا حوالي 10 دقائق بعد انتهيه اللقاء، فضلوا قاعدين كده ما بيتحركوش. المستشار احمد جلال نادالهم وفضل يشاور لهم كده ويقول لهم يعني اطلعوا خلاص الماتش خلص. دكه بقى وكل لعيبه نادي مصر النهارده احتفلوا بشكل قوي وكان باين عليهم السعاده قويه جدا بعد تعادلهم مع نادي الزمالك النهارده، يعني نقطه غاليه لكل لنادي مصر بيحققها النهارده قدام الزمالك. مليون مبروك لنادي مصر على التعادل الغالي اللي بيحققه قدام الزمالك، وهارد لك نادي الزمالك وكل جمهوره.